السلام عليكم ومرحبا بكم في لي ديليست دو وتوالد في لا فيديو تاع اليوم راح ندير لكم لا بايلا. لا بايلا سي ان بلا اسبانيول ويجيب بلي مار بالحوت مع مع الروز ودوك في لا تشوفوا كلش لا بايلا هذه تجي يعني برسك كيما اللي يديروها لي اسبانيول برك كاين كالكوز زانغريديون لي ما نقدرش نديروهم حنايا وفريمون تجي بزاف بنينه دونك نخليكم دوك مع لا ريسه وان شاء الله تعجبكم حاجة الاولى نجيو وجدول المارق ولا عندك هذاك اللي نمرقوا الروس تاعنا لا بايلة. هنا درت شويه تاع زيت زيتون حنديرها يعني لي زيسبانيون ما يديروهاش زيت سونغو يديروها بزيت زيتون يطيبوها غير بزيت زيتون دونك يعني احيانا ندير كيما هما هنا درت زيت زيتون في كاسرونه ولا طنجره درت نص حبه بصل صغيره قطعتها هكذاك كبيره زدت تانيك معها شويه كانوا شويه زيت سينات توم هكذا قطعتهم تانيك كبار ورميت ريسان تاع لي اللي حنطيبهم من بعد نحيت ريسان تاعهم باش ندير المرقه المرقه بهم انا زدت شويه فلفل كحل وشويه ملح و خلي هادو كامل يتقلاو ملح يعني واحد زوج دقائق ثلاث دقائق هكداك حتى وين لكم بلي تقلاو ملح مور ما تقلاو لي الريسان تاع لي هادوما ملاح دوك نجيب الماء سخون عندي ريت تاع سخون نمرق بها هادوما باسكو راح نستعمل رطل روز على بالكم توجور الماء يدوبلي لا كونتيتي تاع الروز اللي تستعملوها هي باش لا بايلا تاع صح تندار تندار بهذاك ريزوتو هذاك ماشي روز نورمال مي حنا ما نلقاوهش بزاف يعني لازم في لي غون سيرفاس هادوك واحد لازم يدي بلاصي باش يلقاهم انا هنا وين نسكن ما لقيتش ريزوتو هذاك سماح نديرها بالروز اللي دائما انا حنستعمل روز درت المرقه تاعو درت ريتلا تاع ماء نخليها تغلي وغليه وحدة دي مينوت هكذاك قسمه تغلي شويه برك نطفي عليها والناس لي اللي ع... ما يعرفوش ريزوتو هذاك كيفاش عامل يجي شغل روز بصح يجي مدور صغير هكذا هذاك اذا لقيتوه ديروه في لابايلا هذاك اللي يجي ملاح في لابايلا هنا مور ما غلات لي هذيك المرقه تاعنا راني صفيتهم كاملة هذوك دوزان اللي درناهم ونخليها تكوتي ما نبداو نوجدو في لابايلا تاعنا هنا عندي مقلة حطيتها فوق النار هاد المقلة كيما اللي يديرو فيها لا في لي ريستورون أه بيان ماشي لازم تستعملو كيما هادي المقلة اللي عندكم ديرو بيها حطيتها فوق النار دلت لها زيت زيتون كيما قلتلكم نديرو غير بزيت زيتون اذا ما تحبوش دوما ديروا زيت سونغو وحطيت هنا واحد ابيض تاع الدجاج هذاك بلوند بولي قطعته دي مورسو هكذا كما راكم تشوفوا فيهم ونخليهم يتقلاو على نار تكون ناقصه يعني متوسطه هكذاك حتى وين يتحمروا قلبوهم يعني كي تشوفوهم طابوا من تحت قلبوهم وخلوهم يتحمروا شويه ديروا لهم ثاني شويه فلفل كحل شويه ملح ومن بعد غير تشوفوهم طابوا وتحمروا شويه نحوهم من المقله قطروهم ملح ما داك الزيت زيتون اللي طيبناهم فيه فوالا كيما راكم تشوفوا هنا راهم طابو دوك نحيهم هنا دوك فاديك زيت زيتون اللي درت فيها الدجاج نجيب لي كروفات اللي كنت شللتهم ونحيت لهم الراس وكاين اللي ما نحيت لهمش الراس باش هذوك نديكوري بهم لا فايلت تاعنا مور ما مت توجد دوك لي كروفات نخليهم يطيبوا شويه ما يدوش ما يفوتوش خمس دقائق تاع طيب. الطياب آه هما يعني تم تم كاع لي فرويد ما يدوش الوقت بزاف في الطياب كان يطيبوا بزاف راح يتكمشوا و ويبسوا دوك نخليهم واحد زوج دقائق هكذاك من بعد نقلبهم جهه اخرى نزيد نطيبهم الماك داك واحد زوج دقائق ومن بعد نحيهم من هاد الزيت اللي طيبناهم فيها فوالا هنا كيما راكم تشوفوا راهم طابولي لي كروفات نحيهم ثاني كيف كيف كيما نحينا الدجاج ونكملوا توجور في الزيت اللي طيبنا فيها واذا نشفت لكم زيدوا شويه زيت زيتون نجيب حبه تاع بصل كنت قطعتها ومع حبه مع زوج حبات ولا ثلاثه حبات فلفل حلو اذا لقيتوا لي كولر معناتها الاحمر والخضر يجي هاي لو شابه واذا ما كاش استعملوا غير الخضر ثاني الفلفل قطعته هذا شويه كبير نخليهم يتقلاو في الزيت وكي دبال نشوفوا هذاك الفلفل والبصل دبالو شويه باسكو على بالكم يدو شويه وقت باش يدبالو نجيب الثوم عندي واحد ثلاثه سنينات ولا اربعه نرابيهم من الفوق ونزيد نخليها الثوم يتقلى شويه على يعني بالكم الثوم ما يطوش بزاف ويتحرق ما خلطوا قليوه وخلطوه باش من بعد نروح نزيد الطوماطيش هاي لك انا ما تقلى لي هذاك الثوم شويه نجيب طماطيش درت واحد ربع حبة طماطيش هنا درت زوج حبات الاولين برك وتقطعتهم رميتهم باش ما يتحرقليش الثوم وبعد بعد زدت زوج زي حبات وحدو اخرين قطعهم بقشورهم يعني ماشي ماشي لازم تقشروهم ولا ترابيوهم هكذاك ديرك استعملت اربع حبات كما قلت لكم ودوكا درت هي لا بايلات تاع الصح ما فيهاش راندو زعطانه نحب ندير حتى تلق بالنهايله في الطوماطيش والفلفل نحب توجو ندير شويه راند شويه زعتر اذا ما تحبوش ما ديروش بيان سور زدت تانيك شويه ملح وشويه فلفل كحل ونخليها الطوماطيش ثاني طيب حتى وين يعني تلقى المتحشوية وطابت هنا كي راكم تشوفوا هاي لك الطماطيش والفلفل هادو راهم طابو كامل يعني ما طابو نص طياب باسكو ماشي لازم بالطيب كامل ومن بعد ونحطها نحطوها مع الرز زيت الطيب دونك هنا كي نشوف هذيك الطماطيش بدات تطلق روحها وتلقت شويه الماء تاعها نحيها كيما نحيت الدجاج ونحيت لي نكمل توجر في هذيك المقله ندير ثاني زيت زيتون ونجيب الرز تاعي اللي ما شمختو ما درت والو الروز يعني نقيته هكذاك نحيت له لو ولا وش يكون فيه و هنا استعملت راس هذاك بسماتي درته في زيت زيتون يعني حط كما شفتو درت زيت زيتون وحطيته ونقعدو نقلبو فيه كما نحمصو نحمصو دقايق ولا نخلطوه شويه واحد زوج دقائق ماشي حاجه باسكو ما تحيولي يبدا يلصق ومن بعد مر ما نقلبوه شويه نعاود نجيب هذيك الطماطيش وال والفلفل وهذوك اللي وجدناهم نحطهم معاه ونكمل نخلط شويه ونحي هذاك راندوز عطالي اللي كنت درتهم في الطوماطيش والفلفل انا بالك كاين اللي يقولوا هاد لاريسا تدي بزاف وقت وهكذا يعني لي زيسبانيول يديروها براس كيما هادي هكذا يعني يقولوا كل حاجه وحدها ما يرموش كلش على ضربه هيدا باش حتكون تجيكم فريمون بنينه خير من اللي يديروها ديريكتومون هكذا تخلطوا كلش دوكا نجيب لي فرويد مار استعملوا لي فرويد اللي تحبوهم انا شريت هذاك الساشي هذاك اللي تبع عند البوشي اللي فيه لي, لي فرويد سبيسيال تاع لا بايلو يكونوا كونجلي خليتهم حتى ديكونجلاو أه ارميتهم يعني ارميتهم مع هذا الرز دو دوكا اللي في الويدمر كيما شفتو حطيتهم مع الروز ما يدوش بزاف وقت في الطياب هما واحد عشر دقائق ماكسيموم عشر دقائق يكونوا طابو آه نحطهم ومن بعد نجيب هذاك أه البويون هذاك اللي وجدناه تاع لي ونفرغوا في هذاك الروز وهذاك الدوزان اللي حطيناهم كامل آه نفرغه كامل هذاك الماء ونخلي أه الروز تاعنا هذا يولي فرويد مار على نار تكون ناقصه كامل يطيب بعقله حتى يشرب كامل هذاك الماء ويولي بيان سور طايب وطري أه توجور يعني ماشي لازم تقيدو بهذا لا كونتيتي تاع الماء تاع المارق هذا اللي درناه اذا ما اذا ما طاب شروز تاعكم ونسيته كان يابس زيدوا شويه ماء وخلوه يزيد يطيب أنا ثاني زدت واحد كما يقولوا هذاك البويون تاع تاع الدجاج مرق الدجاج درتو هكذا باسكو ثاني لي اسبانيول اللي ديروا ثاني هكذا ديروه وزيدوا خلوه هاد الدوزان كامل يطيبوا ونزيدو تانيك لي بيس كيما يقولوا الاساسي تاع لابايلا اللي هو الزعفران على بالكم لابايلا لازم يديروا لها الزعفران سورتو اذا كان هذاك تاع الشعر انا ما لقيتوش لقيت غير هذا اون بودر ما درت هذايا ونزيدو تانيك لي بيس تاع الكاري الكوري ولا الكاري الدجاج هذاك أه، نديرو شويه تانيك و اذا لقيتو بيان سور لي بيست على بايلا سبيسيال بايلا أه، كاين على بالي بلي اكزيستي مي انا تانيك ما لقيتوش نتوما اذا كان عندكم راح يزيد يعطي بالنا هاي لا بايلا و نديرو تانيك شويه ملح و شويه فلفل كحل على بالكم درنا شويه شويه مع الاول ما أه، ما كثرناش بزاف الملح بالك جيم سوسه نزيدو شويه نتوما على حساب الذوق تاعكم وكما قلت لكم نخلي لابايله تاعنا على نار قليله حتى وين هذا يشرب كامل هذا الماء هنا كيما راكم تشوفوا الروز تاعي راه شرب بالماء ولا نقصت ينقصت بقال فيها غير شويه جبت الجلبانه الجلبانه هذه طايبه من قبل يعني كي تشروها مع اللي مع لي يعني تتباع معاهم تجي طايبه يعني مخصوصه واحد زوج دقائق برك طيب نرموها مع الاخر كي يبقى واحد يبقى واحد شويه يعني ما بقى خمس دقائق تاع طياب ونديروها بس كما قلت لكم طايبه من قبل هنا نجيب ثاني الكلجاج تاعي نحطه ونخلطها كلش نزيد نخلط يعني شويه يعني كلكم ومن بعد نطفي وبيان سير نسيت ما قلت لكمش نتوما اذا عندكم جلبانه ماشي طيبه دو بريفيرونس تفوروها طيبوها وحدها من بعد ارموها مع الاخر مع لا بايلا تاعكم مور طيب شوفوا لا تاعي هاي لك مر ما طابت شربت هذيك لاصوص ما تخلوهاش تنشف كامل وتولي صامطه في الماكله خلو شويه فيها لاصوص ومن بعد نجيب لي كروفات دوك اللي كنا طيبناهم مع الاول ونديكوري بهم لا بايلا تاعنا انا كيما شتو ما استعملش انا الليمول مول في لابايلا تاعي ما نحبش الليمول نتوما اذا تحبوا ديروا الليمول مول ديروه مع اللول في مقلب بشوية زي زيت زيتون خلوهم حتى وين يتفتحوا كي يتفتحوا نحولوا من داك الدخلاني تاعهم وخلوا شويه حبات باش تزينوا بهم من الفوق درت دي روندال تاع قارص من الفوق كيما شتو عصرت ثاني شويه قارص باسكو لابايلا تحب القارص تجي بنينه كي نزلوا لها القارص وراهي واجده لابايلا تاعنا تجي بزاف هايله وليدو كامل تعجبو أه، نتمنى انتم ثاني تسيو هاي يعني ديروا لاريسات وتعجبكم أه، واذا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ما تنساوش ديروا جام أه تابوني وتاكتيفي ولا كلوش باش يلحقوكم كامل الميراسات واذا قدرتوا ثاني خلوا لي كومنتار اذا عجبتكم اذا عجبتكم لا ريسات تاع اليوم ما بقى لي غير نقول دوكا سلام